كده المفروض ان احنا نتعلم ايه اولوياتنا علشان وايه ثانويه وايه ثانوياتنا عشان نقدر نحدد ونتفق عليها احنا الاثنين طريقه الطلب كمان علشان انا ببقى داخله عليه باولويه غير ما انا داخله عليه بثانويه. ايوه طيب خلينا نستقبل اتصالات جمهورنا. استاذه اشجان معانا، ام رزان. السلام عليكم يا ام رزان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا، ربنا يكرمك. اهلا قولي لي بقى مشكلة. لا بصي خليكي صريحه كده من اول المكالمه، زنانه ولا مش زنانه يا ام رزان على الحاجه او على الطلب بتاعك؟ هو بيقول لي زنانه بس انا مش حاسه ان انا زنانه يعني. هو مفيش ست هتقول ان انا زنانه. بعد كده هو فكرني زنانه ازاي، فتاكدت ان انا فعلا زنيت يعني. في شواهد يعني. تقريبا ما اعرفش ليه. أو عايزة بقى أعرف أطلب منه إزاي الحاجة اللي أنا هقول لكم عليها دي. أنا عندي بوتجاز 4 شعلة، عايزة 5 شعلة. هو أنا فكرت دي فلوس ولا حاجة. لعلمك حبيبتي الخمسة دي ما بتستخدمش. عايزة أقول لك المساحة في الفرن. لا أنا مش عايزة تستخدمها. عايزة الفرن كبير. أيوه. عايزة الفرن الكبير. شفتي حبيبتي؟ أيوه. بس يقول لي مثلا انا نروح مصيف مش عارفه ايه، طب نجيب تكييف ايه؟ طب ما كل ده مبالغ كبيره، اشمعنى عايز تجيب كل العالم بس ايه اللي انا بقدر اجيبه؟ اشمعنى بقى؟ بس هو اللهم بارك اي حاجه بيطلعها ما بيعرفش ينام اصلا لما يصلح الحاجه. يعني ربنا يبارك له يعني في مميزات تانية ما شاء الله يعني. ما شاء الله ربنا يبارك. لا مش مميزات تانية، هو اصلا مفهوش يعني الحمد لله غلطه اللهم بارك. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. الله يبارك. زنيتي دي زنيتي دي انا مش هجيبه يعني، انت عارفه اجيبها له تاني ازاي؟ اطلبي منه ازاي؟ فتحت له الموضوع يعني. دخلتي جوه الموضوع على طول. ربنا المهم انت عايزه تجيبي البوتاجاز الخمس عيون وعايزه دلوقتي استاذه اشجان تقول لك تجيبيه ازاي. حاضر يا جميل، هنقول لك تجيبي البوتاجاز ازاي. خمس سنين بدلنا عليه، 5 سنين. جزاكم الله خير. طيب حاضر هنجاوبك وان شاء الله تطلعي من الحلقه دي الشهر ده الثانية معاكي البوتاجاز. لا وتبصي صوري لنا الضمان برضو كده علشان نطمن ان الموضوع جاب معاكي نتيجة. او سؤال يا استاذة اشجان، بقى لها 5 سنين يا حبيبة قلبي بتزن علشان ان هي عايزة تجيب البوتاجاز. هو شايفه مش مهم. بس خلي بالك هي مشتركة مع كتير من الستات، تقول لك والله هو الشهادة لله ما بيقوليش لا على حاجة. بس ممكن يقول لك طيب حاضر ان شاء الله، ممكن يعمل حاجة تانية زي جزء ام رزان، يعمل حاجة تانية حلوة قصادها، بس اللي هي طلبها لا ما بيعملهاش. هي بقى تجيب ازاي بقى؟ لا خطوات دلوقتي عشان تجيب البوتاجاز الخمس سنين. هي بتقول انا بس عشان يعني هي صوتها ما كانش بالنسبه لي سامعاه قوي، فكره 5 سنين هي عايزه سنين بتقول له يجيب البوتاجاز وهو مش هو بيقول لها في حاجات تانية ممكن في حاجات تانية بيقول لها نجيب التكييف نطلع مصيف نعمل حاجه مفيده. هي بوتاجازها قديم ولا 4 بس هي 4. عايزة هي عايزه الخمسه عايزه الكبير عايزه الكبير. 5 سنين انا كنت اعمل جمعيه، يعني فكره انا حاطه في دماغي انا دلوقتي هدخل جمعيه ده لو ب 100 جنيه خلال 5 سنين كانت جابت ال 5000 كانوا جم ميكروويف. فهي لا في مصر الميكروويف مش قوي زي البوتاجاز ابو 5 عيون والتكييف والحاجات الكبيره دي. ففكره هو ممكن يكون هو باصص له نفس النقطه اللي كنا هو بصلا دي حاجه سنويه، ما احنا عندنا ب 4 ايه المشكله؟ ومؤدي الغرض انا عايزه الخمسه ليه؟ هي لو انا بصيت هو انا عايزه الخمسه ليه؟ عايزه اقول لها لا 5 عيون ايه ده انت عقالي البلت ان يا ماما ما عادش استغفر الله. 5 عيون وكده الخمس عيون بالله حضرتك. هي فكره ايه؟ انت ال5 سنين المفروض كان في خطوات كتير بتعمليها عشان اوصل ان انا فكره الاقناع يا جماعه. يعني انا دلوقتي انا ممكن اصلا ابيع ابو 5 عيون واجيب ابو عين واحده لو هو اقنعته ان العين احسن من الخمسه. قولي لي بقى هي فكره اول حاجه انا اللي معايا دلوقتي بوتاجاز ب4 عيون، انا لازم دلوقتي انا باصه بيني ام رزان بينها وبين نفسها، انا عايزه الخمسه ليه؟ يعني عايزه ابو 5 ليه؟ عشان العزايم ولا عشان العيون اللي معايا اصلا هي ضعيفه ولا عشان لا ده بقى ابطا ولا لا ده التاني بيستهلك غاز اكتر؟ لازم انت مع نفسك اقعدي حطي اسباب، لان فكره الحاجه بقول لك عايزه الفرن يكون واسع عشان ياخد اكتر ما من هي حاجة. بس هي حاجه واحده فرن ماشي، ما تشيلي صينيه تحطي صينيه ب4 يعني الدنيا مش هتهد. فلازم بقى اكتر من حاجه. لو انا بتكلم على الفرن يا جماعه احنا بندي وصفه وصفه ازاي تنقلي بوتاجازك من 4 عيون ل5 عيون تتبروز على السوشيال ميديا. فهي الفكره ان انا اول حاجه بشوف انا مرزان
نفسي عايزه ابو خمس عيون ليه، مش عشان الفرن بس، لان انت لو حاجه واحده ما ينفعش، ولا هتقولي عشان العزايم بس، وانت مش كل يوم عازمه ناس. انت لازم تبقى عندك اسباب جوهريه خاصه في الجهاز باربع عيون اللي عندك عامله لك مشكله. والله بطيء، والله الغاز مش حلو، والله بيهب كل شويه، والله. فانت لازم، مش هقولها تطلعي مساقه، بس عينك انت، انت اللي بتطبخي، شايفه ابو اربع عيون عايزه ابدله بخمسه ليه. النقطه الثانيه، والله هو شايف حاجات ثانيه على فكره يعملها احلى بكتير، اللي هو المصيف والتكييف والكلام اللي هي بتقوله، بس انا محتاجه ده. طيب احنا نعمل الحاجات دي، وده مش عايزاه السنه دي، عايزاه على مدار سنه ونص. انت خمس سنين، كان في خلال سنتين ثلاثه كنت جبتيه بدخول الجمعيه بتحويش على جنب بفكره تصدير الامر، دخليه في الحاجه الهبله التافهه بتاعه البوتاجاز ابو اربع عيون، ان هو فعلا عامل لي ازمه. يعني ما بتكبريهاش عشان بس الدنيا ما تبقاش هو مش جاي من شغل وهيسمع العين الرابعه اللي هبت دي، ولا الغاز البسيط او الصينيه اللي بستناها تخرج وتدخل. لا والله هو له عمر وانا عايزاه اجدد، وبتحطي خطوات معاه. لو كده هعرض بتاعي القديم، هحطه على النت كده واشوف انه يتباع. احنا هنعمل جمعيه، الجديد بيتباع بكذا، لو جبناه بالقسط بكذا. بتدخلي معاه في خطه احنا هنجيب البوتاجاز ازاي. طيب اختيار الوقت بقى مهم جدا، ازاي اختار الوقت المناسب للطلب بتاعي عشان ما يمسكنيش باللي فيه. كيف تختارين وقتا للطلب؟